ذكر اليمين ألفيش مرة أخرى، حوار داخل الحوار ربما بين بوجبا وليو ميسي، عدم ترك النجم الأرجنتيني يلعب كما يحب. سول ويجول جيرار بيكي، كل لاعبي برشلونة مع ماسيرانو في منطقة الدفاع الإيطالية، تعدي الكرة للنيمار، النيمار بنغماته للتانجو للسامبا للسلسا وللكرنفال. ألفيش، كل لاعبي اليوفي كذلك مع موراتا في النزعة الدفاعية، وهذه كرة اختيارية لألبا واللمسة لنيمار داخل منطقة الجزاء، يعدي أم لا؟ والإمكانية جول 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 جول، كور يا برشلونة، كور كور بكرة الدلال، يا سلام على برشلونة والكرة المضمونة، كرة افتراضية ولكنها حقيقية. إيفان راكيتيتش، شنو هذا؟ ما هذا؟ هذه المعزوفة الكروية، هذه الكرة البرازيلية في البداية، ثم إنيستا مرورا، والكرواتي راكيتيتش في النهاية، سامفونية من كوكب زحل. برشلونة مالوش حل يا ناس، برشلونة مالوش حل، بداية كهربائية اكتوت بها نيران الدفاعات الإيطالية. شيء كبير يا عمري، لويجي بوفون يعاين الأضرار منذ البداية بفرحة تير شتيغن والمدرب لويس انريكي، شعلت نار في الدفاع الإيطالي وزلزال. رايك ستاينر مع ماركيزيو، ماركيزيو رائعة ممتازة، يوسا جول جول جول، فانا مراتا، فانا مراتا، هدف التعادل، زلزال زلزال في الأولمبيا ستاديوم، الجماهير الإيطالية كهربائية كهربائية مع اليوفي، لا يجوز إلا الفوز. برشلونة بنجوم محاير أمام اليوفي الطاير، ألفارو موراتا سحب هدف التعادل، ليلة إيطالية حارقة على الكرة الإسبانية. هذا هو اليوفي المثير، جانلويجي بوفون القدير، والفريق الإيطالي يسجل ولا يبالي، جماهير غير عادية بالجرينتا الإيطالية. إلى راكيتيتش، ليو يتحرك الآن في حاجة له الفريق الكتالوني، ليو يراوغ، ليو يسدد كرة، جول سواريز، نجم الكرة الأوروغوياني بكل الامتياز، سواريز سواريز، النار 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 في جماهير يوفي الآن، هدفان للفريق الكتالوني، واليوفي يعاني يعاني. لويس سواريز، الناس يا ناس بمجهود خرافي لحبيب الملايين سيد اللاعبين، يسارية ليو وحده وحده، وسواريز في المتابعة بكل الامتياز، هدفان لهدف نهائي كل الأحلام، نهائي. يا سلام يا سلام، مباراة تاريخية، مباراة خرافية، جيجي بوفون يعاين الأضرار، لويس أنريكي بفرحة الكبار، إسباقية كتالونية مرة ثانية، هل ستكون هذه المرة نهائية؟ جماهير اليوفي أمامكم في حالة ذهول، لم تفهم الحلول.